ترأس سيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في عمان القداس الإلهي بعيد القديس لوقا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. وبهم هدانا جميعا إلى الإيمان صادق، فيا جزيل التحنن يا رب المجد لك. سياتون خريستيانون كتسكندي προημεσίτη απρός των ποιητήν αμετάθετε, μη παρήδης αμαρτωρών δε είσαι, ον φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις την βοήθεια νήμων των πίστος κραυγαζόντων σοι, τάχυντων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, ή προστατεύουσα ή. حسن العبادة العظيم إلى الرب نطلب كريا ليسون، لأنك قدوس لدي إلهنا ولك نرسل المجد يخلاب وجبنا روح القدوس على كل وانين رئاسة كانوتك ليذكر الرب لنا في ملكوت السماوي كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών Αρχιεραίων, Ιεραίων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών και Μοναζουσών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. وفي ختام القداس كرم سيادة المطران فينيديكتوس القائمين على مركز القديس لوقا الطبي وقدم لهم هدايا تذكارية تكريما لعملهم الدؤوب في خدمة المرضى مسترشدين بما كان يقدمه القديس الطبيب لوقا في حياته. نطلب من الله أن يساعدنا في خدمة وتوفيرها لكثيرين من ذوي الحاجة، بارك الله فيهم وفي عملهم وجازاهم الخير كله. الله يوفقنا جميعا لما هو خير وصالح، وليوفقكم الرب الإله ويسدد خطاكم في سبله القويمة، الداعي لكم بالرب يسوع المسيح المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن. وبالنيابة عن أطباء المركز ألقى الدكتور مروان جميعان كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد القديس لوقا شفيع الأطباء، كما ونحتفل أيضا بالذكرى 11 لتأسيس جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية، والتي تحمل اسم هذا القديس بكل فخر واعتزاز. نجتمع اليوم لنحتفل بعيد القديس لوقا شفيع الأطباء والذكرى 11 لتأسيس جمعيتنا الخيرية، جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية، التي تحمل جمعيتنا اسمه بكل فخر واعتزاز. نعم، نحتفل كل عام بعيد القديس لوقا العزيز علينا. وبعد انتهاء القداس توجه الحضور إلى حفل استقبال أقيم في المركز تخلله تقديم خدمات طبية مجانية.